بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. مجربة النهارده ان شاء الله هتكون عن المناطق الحساسه. المناطق الحساسه بيحصل دايما فيها مشكله اللي هي عمليه الغمقان او اختلاف اللون او بقع سوداء او لون غامق. كل المشاكل دي يا جماعه مجربة النهارده بامر الله هتنهيها زي المجربه السابقه، ما نجحت ان شاء الله دي هتكون ناجحه جدا معانا. والمكونات بسيطه جدا، ولكن العمليه بتحتاج ان احنا نكون مركزين مع بعض في طريقه عمل المجربه. المجربة يا جماعة بتتكون النهاردة من الخيار، كلنا طبعا عارفين الخيار، واللي مش عارف هننزل صورة له، ده أول شيء. تاني حاجة اللوز. اللوز أنا بركز هنا يا جماعة في موضوع اللوز، لأن بعض الناس حصل معهم مشاكل في بعض الحلقات أو مجربات، بيسمع كلمة اللوز يروح يشتري لوز من عند الراجل. لا، أنا لما باجي أشتري لوز يكون لوز مش متحمص، يعني لوز طازج على حاله، ما تحمصش ولا تعرض لاي شيء، هو من الشجره بتاعته على الحاله دي بالمنظر ده بيكون اللوز اللي هنستعمله في مجربه النهارده، ودي بركز عليها شويه. تاني النهارده بقى انا هعمل ايه؟ اول خطوات ازاي؟ اول خطوه هبدا بها في مجربه النهارده تجهيز الشيء. يعني تجهيز ايه؟ يعني هاجي مثلا اللوز، المجربه بتعتمد او هنحتاج فيها المقدار اللي هنستعمله حوالي 10 حبات من اللوز تقديريا. انا هجيب 15 حبايه او حبه من ثمار من اللوز نفسه ده، وهاجي بالليل اضعها في الماء، يعني انقعها بالبلدي خالص، احطها في ميه عاديه. في ناس يقولوا بنسخن، ولكن التسخين يا جماعه مع عمليه التسخين الثمره او البذره بتفقد من مكوناتها في الميه اللي بتتغلي اللي بنغليها فيها، ولكن احنا هنا هنقول نقع. النقع هيستمر حوالي مثلا حوالي 8 ساعات او 10 ساعات. بعد ما بيتم النقع تطلع عندي بالشكل ده اللي هو المنظر ده، شويه انا برضو عامله لكم جاهزه اهوت، هتبقى بالشكل ده، هنزله صوره. بيبقى سهل جدا ان انا اعمل له عمليه التقشير، يعني حتى انا عاملها لكم اهوت، ادي التقشير بتاعها. الثمره بعد ما كان لونها غامق كده انا بنزع القشره من عليها، بتطلع معايا بالشكل ده كده، التقشير بيكون سهل، وفي نفس الوقت الثمره او البذره ما خسرناش اي شيء من فوائد. يبقى 10 حبات من اللوز منقوعين طول الليل مقشرين، بنقشر بتقشير سهل جدا، وهو ده بقى بقيت او الجزء الثاني او المكون الثاني من مجربه النهارده. نمشي مع بعض الخطوات بالترتيب. هضع الاول ثمرتين الخيار دول، انا مقطعهم مجهزهم اهو، مقطعهم بقطعهم قطع صغيره كده، وبنضيفهم فين؟ في الخلاط بتاعنا، وبالراحه مع الخلاط، بحيث ان احنا ننعم الخلاط، نفرمه فرم جيد، يعني لو في عصاره او اقدر اطلعه ناعم، على كل ما اقدر ان انا اقدر اطلعه ناعم كل ما يكون فايده، ما اسيبش فيه اي شيء خشن. نبدا ننعمه. يا جماعه بالنسبه للخيار اثناء عمليه الفرن، لو انا لقيته ناشف شويه ممكن اضيف 2 ملعقه من الماء، بس يا ريت تكون ميه معدنيه، يعني ميه نظيفه. يعني نصبر واحنا بنفرمه حتى ان احنا نطلع مستحلب كامل، ما يكونش فيه اي شيء خشن. مجرد ما بنحس ان هو بدأ يكون مستحلب كامل، نبدأ هنا نفكر ان احنا نضيف اللوز اللي هو العشر ثمرات او كده اللي هم احنا مقشرينهم بالشكل ده، نبدأ نضيفهم للمخلوط بتاعنا. بنفس الطريقة ايضا هنكرر عملية الفرم، يعني اول الخلط. هنا هنصبر شوية، يعني هنطول بالنا شوية. بعد ما يتم عملية الفرم احنا قدامنا امرين، يعني حسب ما احنا حابين
ولكن انا لو افضل ده ان احنا نجيب ناخد المستحلب اللي احنا عملناه ونصفيه بالشكل ده. دي طريقة. وان احنا في حد ممكن يستعمله لو هو نعم كويس جدا ومش حاسس ان في اي رواسب او اي اجزاء صلبة نبدأ ايه نصفيه. وهو هنا فعلا طلع معانا اللي احنا خدنا له وقته. هو كان ممكن يديله وقت اكتر من كده كمان. يعتبر طالع معايا مستحلب, طالع معانا مستحلب كامل اهو. هنلاحظ هنا تحت ان هو يعني مفيش حتى هنا في رواسب كتير او في مواد صلبة او اجزاء صلبة من الخلطة بتاعتنا او من المواد اللي احنا مستعملينها في المجربة بتاعتنا بتاعت النهاردة. تمام كده احنا وصلنا حققنا اللي احنا عاوزينه, طلعنا الايه المستحلب بتاعنا. طيب اللي طريقة الاستعمال بقى, هو ده المستحلب اللي هنستعمله. طيب طريقة الاستعمال قبل النوم مباشرة, احنا نفترض ان احنا عملناه بدري شوية, بنغطيه ونحتفظ به مبرد في التلاجة لحين ما نيجي وقت الاستعمال. وقت الاستعمال بطلعه بره, ما بسخنش ولا اي حاجة, بس بسيبه فترة وابدأ ان انا اضعه على الاماكن المنطقة المراد ان احنا نعمل لها عملية تفتيح اللي هي بين او الساقين او الفخذين او الكلام ده. بنبدأ نغطيها مع عملية مساج خفيف دوائر, دائري كده دائري كده دائري دائري دائري, وده بتتكرر. يعني يفضل لو الحالة جديدة بتبقى يوميا, لو الحالة متوسطة ممكن نعملها يوم بعد يوم. واتمنى تكون الحلقة عجبتكم ونستفاد مع بعض, وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.